السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ النهاردة جايب لكم عملة تذكارية جديدة مصرية اللي هي فرق مصر الطبية. دي سنة 2020. العملة دي طلع منها فئتين، فئة جنيه مصري وفئة 50 قرش. العملة الفئة الجنيه اللي هي اللي معانا دلوقتي دي اتطرح منها 10 مليون قطعة. طبعا العملة دي طبعا معمولة عشان شكر للفرق الطبية في الفترة اللي عدت الصعبة دي. فالإصدار بتاعها 10 مليون قطعة. فئة 50 قرش طلع منها 5 مليون قطعة، برضو عليها نفس الشعار. إن شاء الله هجيبها لكم معايا برضو، نشوفها مع بعض. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير. إن شاء الله هجيب لكم عملات جديدة كل مرة نشوفها مع بعض. شكرا لكم.